بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل صدم رجلا بسيارته، وذكر تقرير المرور أن نسبة الخطأ على السائق هي 50%، هي 50%، فهل على السائق صيام شهرين لكفارة؟ نعم، إذا كان عليه نسبة من الحادث عليه الصيام ولو 1%، ولو 1% عليه صيام، لأنه صار مشترك في القتل. إذا صار عليه نسبة صار مشتركا في القتل الخطأ، يكون عليه كفارة صيام شهرين متتابعين.